أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج فضاء حر، نناقش فيها خيارات الحسم العسكري والحل السياسي للأزمة في اليمن. أكثر من عام ونصف مرت منذ الانقلاب على الدولة ونهب مؤسساتها والعبث بمقدراتها والتضييق على الحريات العامة والخاصة، بالإضافة إلى شن حرب مدمرة في طول البلاد وعرضها نجم عنها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمشردين. في المقابل مر عام على انطلاق المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة بحثا عن حل سياسي للأزمة في جولة بدأت في جنيف منتصف يونيو العام الماضي وتوقفت البارحة مؤقتا في الكويت لمدة 15 يوما. الحرب كما المشاورات لم يفضي إلى طريق واضح، تبدأ المشاورات وتتوقف ولا تتوقف الحرب، ولا ينجح طرف في حسمها أو هكذا يتم تصوير الموقف. حسابات كثيرة تخضع لها جولات الحوار والمعارك وارتباك يسود المشهد اليمني جراء تدخل اللاعبين الدوليين والإقليميين وسط مخاوف كبيرة من تحول اليمن لساحة صراع وورقة مقايضة تستخدم في الصراع بين تلك القوى الإقليمية والدولية. تغيرات في المواقف وضغوط للتنازل عن خيار الحسم العسكري كشف عنه بوضوح رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، الذي قال إن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة من قبل الدول الكبرى للقبول بالتسوية على ضوء خارطة الطريق التي اقترحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. المملكة السعودية اللاعب الأكبر في اليمن وقائدة التحالف العربي أكدت في تصريحات عديدة أنها تدعم الخيارين السياسي والعسكري في اليمن، وأنها ستدعم الحكومة الشرعية وتتمسك معها بالقرارات الأممية بشأن اليمن. إذن اليمن أمام مفترق طرق وتقاطع بين الحلول العسكرية والسياسية، وهناك من يؤكد أن اليمن بحاجة لعملية جراحية تقضي على تحالف الحوثي والمخلوع قبل البدء بالعلاج السياسي وفق أسس قائمة على مبادئ الدولة التي تمتلك الحق في احتكار السلاح وأدوات العنف. حول خيارات الحل العسكري والسياسي تبرز أسئلة مهمة: هل 70 يوما من الفشل في الكويت ستحول الحكومة والتحالف العربي إلى الاتجاه نحو الحسم العسكري؟ وهل التقدم الأخير للمقاومة الشعبية في نهب يأتي ضمن هذا السياق، أم أنها تلويحات لحث المجتمع الدولي للضغط على الانقلابيين بشكل جدي؟ وهل سيظل الوفد الحكومي في المشاورات يمنح الانقلابيين ومن يقف خلفهم فرصة للالتفاف على القرار الأممي 2216 كما جاء في تسريبات خارطة الطريق؟ حول هذه التساؤلات وغيرها سيكون معنا من جدة الباحثة السياسية الدكتورة وسام باسندوة، وكذلك من مأرب الناطق باسم مقاومة صنعاء السيد عبد الله الشندقي. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأدعوكما بداية للإجابة على السؤال المشترك، البداية مع الدكتورة وسام. دكتورة مساء الخير. مساء الخير. بداية دكتورة، السؤال المشترك: هل تعتقدي بأن الحل السياسي بأن الحل في اليمن سيكون سياسيا أم عسكري؟ مساء الخير عليكم جميعا وأخواتي المباركة. طبعا لا أحد الآن يستطيع أن يجزم بما سيكون عليه الحل إن وجد حلا أصلا لهذه الأزمة التي نعاني منها جميعا في اليمن، إلا لو بنفتح الودع أو بنقرأ الطالع. لكن يمكن أن نقرأ ونحلل بناء على المعطيات الآتية. جربنا الاثنين معا، جربنا محاولة الحسم العسكري، ومع الأسف الشديد أنه لم يتم الحسم العسكري لأسباب ربما العسكريين يستطيعون أن يفتوا فيها أكثر. لكن أنا كسياسية أتفهم أنه هناك ضغوط سياسية تمنع هذا الحسم العسكري، بالإضافة إلى حسابات على الأرض وتخوفات مما سيؤول إليه عملية اقتحام صنعاء وما إلى ذلك، خاصة وأنت بتتكلم عن مدينة يعني آهلة وبالسكان وكثيفة من حيث عدد السكان، فبالتالي نعم. أي عملية غير محسوبة في هذا الصدد ستكلف. إذن أنت مع الحل السياسي؟ لكن لا لم أجزم. أي إنسان حيميل، هل أنت مع الحل السياسي أم الحل العسكري دكتورة؟ حتى اللي حيكون هو مع الحل العسكري لا يمكن ان يصرح ويقول لك انا مع الحل العسكري، يعني هذه خلينا نكون واضحين. نعم. الانسان حيقول لك انه مع الحل السياسي. طيب انت تدعمين الحل السياسي ام الحل العسكري دكتوره؟
أنا أدرس المعطيات وأقارن لك بين النتائج، يعني رأيي الشخصي لا أعتقد أنه سيفيد لأنني لست صاحبة قرار في هذا الأمر. نعم طيب، فيما يتعلق بالحل السياسي نعم جربنا إذن. كل الحلول جربنا كل طيب دكتورة أسمع ممكنة. نعم إذا يبدو أنك من خلال إجابتك يا دكتورة نعم دكتورة وسام نعم دكتورة وسام حتى يعني نمشي في مسار البرنامج سأنتقل بنفس السؤال للسيد عبد الله الشندقي ناطق المقاومة الشعبية في صنعاء. سيد عبد الله مساء الخير. سيد عبد الله هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. إذن أنقل لك نفس السؤال سيد عبد الله الشندقي، هل أنت مع مرحبا. الحل الأزمة في اليمن سيكون سياسي أم عسكري؟ وجهة نظرك تفضل. طبعا أخي الكريم، نحن كمقاومة شعبية وأيضا الجيش الوطني والمقاتلين على الأرض كانت لدينا يعني طموحات أو كانت لدينا آمال في أن يفضي الحل السياسي إلى حل أزمة اليمنيين ونخرج، وقد حقنت دماء يعني الشعب اليمني وخرج الناس يعني بحلول سلمية واستطعنا يعني أن نستلم صنعاء وتستلم الدولة صنعاء وبقية المحافظات التي لا تزال تسيطر عليها ميليشيات الانقلاب بحل سياسي يعني تشرف عليه الأمم المتحدة، وكان المرمى أو الفرصة أو الكرة في مرمى الإنقلابيين والفرصة في يد الإنقلابيين. لكن خلال الحوارات المتتالية جنيف 1 وجنيف 2 وآخرها ما كان في مؤتمر الكويت، رأى العالم أجمع، رأينا ورأت الحكومة الشرعية ورأى التحالف ورأى المجتمع الدولي أن هذه الميليشيات قد ضيعت الفرصة وضيعت أمل الشعب اليمني. الشعب اليمني أخي الكريم كان عنده أمل أو كان عنده أمل أن تفضي هذه المفاوضات إلى سلم وإلى أن يعني تحل هذه الأزمة والمشكلة ويعني تسلم المحافظات والأسلحة إلى يد الدولة. نعم. لكن سيد عبد الله باختصار نعم سيد عبد الله باختصار، هل انت مع الحل يعني السياسي ام العسكري؟ ضيعت هذه الفرصه ورأى العالم اجمع ان هذه الميليشيات قد ضيعت فرصه الحوار وفرصتها نعم. الاخيره نعم فرصتها الاخيره في ان يعني نعم اذا انت تذهب مع الخيار السياسي يعني تخرج بحسم في هذا الامر وتحافظ على ما تبقى من ميليشياتها وتحافظ ايضا على الشعب اليمني نعم وعلى ما تبقى من البنية التحتية للشعب اليمني نعم. لكن هذه الميليشيات ضيعت هذه الفرصه الاخيره لها و اذا انت تذهب مع الخيار العسكري تالي سيد عبد الله، اذا انت من خلال اجابتك تذهب مع الحل العسكري نعم. اذا تفضل ضيفي الكريم، سنذهب الان لفاصل قصير، بعد الفاصل نبدا النقاش، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد، وأبدأ هذه الحلقة مع الدكتورة وسام من جدة. دكتورة وسام، إذا نظرنا لدلالات التصعيد العسكري الأخير في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، هل هو بسبب تعطل المسار السياسي أو على الأقل لم يفضي لأي نتيجة حتى اللحظة؟ طيب خليني أقول لك إن إحنا جربنا كل الحلول السياسية مع هذه الميليشيا، وهذه الميليشيا مع الأسف الشديد لم تفهم سوى ولن تفهم سوى لغة القوة. نعم. هذا يمكن يكون في جزء من الإجابة على السؤال السابق. نعم. التطورات في نهم، يعني أنا لا أريد أن أحمل في أي حال، طالما نحن في فترة هدنة لا أريد أن أحمل أي تقدم حتى لو على صفوف المقاومة لقوات المقاومة، لأنه لو أنا أعتبرها إنجاز فإني أيضا سأحملها تبعات خرق الهدنة. خلينا نقول إنه أي تقدم للمقاومة يأتي كرد فعل لخروقات الميليشيا للهدنة. نعم. هذه نقطة مهمة نثبتها. نعم. فهو مجرد رد فعل لانتهاكات الميليشيا للهدنة، هذا واحد. اثنين، نعم هناك تعثر في المسار السياسي، هؤلاء الجماعة الإرهابية كما أنا أحب أن أسميها منحوا كل الفرص للسلام، ولكنهم لا يفهمون سوى لغة القوة، بالتالي يمكن أن تربط ما بين الإجابتين لتجد نعم. حل للمأمر. طيب إذا نظرنا التحرك الأخير، بدأ واضحا الكثير يعتقد بأن الآن بعد
وصول المشاورات في الكويت أكثر من 70 يوم، لم يصلوا إلى نتيجة. الآن تم تعليق المشاورات إلى بعد العيد، وأيضا تحرك الجيش في معظم المناطق كما في مأرب، في جبهة هيلان، في صرواح، أيضا في نهم، وأيضا في العديد من المناطق سواء كانت في تعز مثلا أو في محافظة شبوة. هذا التقدم ألا تعتقدي بأنها خطوة يعني بمسار واضح من قبل الحكومة الشرعية والتحالف بأنه لا بد من التقدم حتى تصبح لديهم ورقة أكبر للضغط على الميليشيا للخضوع للقرارات الأممية؟ هو هذا يعني مع الأسف الشديد هو هذا أخشى ما أخشى. أخشى ما لماذا أخشى تخشي؟ أن يكون التقدم لماذا؟ لماذا لأنه أخشى أن يكون التقدم على الأرض مرتبط بكسب ورقة للضغط على الميليشيا لتقديم التنازلات. يا أخي نحن في موقف قوة، نحن أصحاب قضية ونحن أصحاب الحق. يجب أن يكون التقدم على الأرض هو هدف بحد ذاته لاستعادة الدولة واستعادة المؤسسات. نعم. ليس فقط لمجرد العودة مرة أخرى ومحاولة الضغط عليهم واستجدائهم يعني. نعم، لكن في المقابل الكثير يتحدث بأن الميليشيا كمان هي تحشد وتجمع قواتها ولا زالت قوية على أرض الواقع، ولا زالت هي يعني ماسكة زمام يعني المبادرة، هي من تهاجم وهي من تبحث عن يعني استعادة بعض المواقع والسيطرة على بعض مواقع جديدة. الميليشيا لم تتوقف يوما واحدا عن الحشد ولم تلتزم بهدنة ولا تعترف بالهدنة. هي منذ بداية الحرب ومن قبل الحرب هي من حشدت بالحرب، هي من بدأت الحرب، هي من اعتدت على المدن، وهي من زحفت على المدن الجنوب، هي من تعرف الحرب، هي من لا تتحدث غير بلغة الحرب. هذا أولا. نعم. ثانيا، حتى فترة الهدنة لم تتوقف هذه الميليشيا يوم واحد عن حشد قواتها وعن مهاجمة المدن وعن قصف الآمنين، وبالتالي ليس مجرد استكمال. قوية على الأرض لأنها لم تجد من يوقفها يعني ومن يضغط عليها. مع الأسف الشديد المجتمع الدولي يبدو أنه إلى حد كبير منحاز لصف الميليشيا أو يأخذ موقف المحايد. يعني إذن الحكومة في استمرارها في المفاوضات هي على الحق لعدم قدرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على حسم المعركة عسكريا، هذا ما فهمت من كلامك إذن دكتورة؟ لا، الجيش الوطني والمقاومة قادرين على الحسم العسكري. استمرار الحكومة الشرعية في المفاوضات ليس لضعفها ولكن لتعرية هذه الميليشيا وحليفها أمام المجتمع الدولي وإثبات أنهم يوما بعد يوم هم الذين يرفضون السلام، حتى لا يتحمل الدولة الحكومة الشرعية والسلطة نعم. الشرعية أي مسؤولية للحرب. نعم. طيب دكتورة تكرمي البقاء معنا، أيضا أعود إلى محافظة مارب مع السيد عبدالله الشندقي الناطق باسم المقاومة. سيد عبدالله، الملاحظ في الفترة الأخيرة أو على الأقل الأسبوع الأخير كان هناك تقدم واضح من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني في محافظة مارب في نهم السيطرة على العديد من المواقع. إذا كانت لدى الجيش والمقاومة هذه القدرة على التقدم، إذن ما الذي منعكم من التقدم طيلة الفترة الماضية؟ نعم طبعا أخي الكريم، نحن ما منعنا من التقدم الفترة الماضية، كانت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد وصلت إلى يعني ما إلى تخوم صنعاء، كان بين صنعاء وبين المقاومة الشعبية يعني مئات الكيلومترات. الفترة الأخيرة وصلت المقاومة الشعبية لم يتبقى بينها وبين عاصمة صنعاء إلا حوالي 30 كيلومتر فقط، واستطعنا التقدم وكانت لدينا الخطة التي مشينا عليها وكنا يعني نريد دخول صنعاء. ثم سارع الانقلابيون إلى المجتمع الدولي لطلب التفاوض، وجاءت يعني تفاوضات الكويت ومفاوضة الكويت وأوقفت هذا التقدم الذي كنا يعني قد وصلنا إلى ما يقارب ما لم يبقى بيننا وبين صنعاء إلا ما يقارب 30 كيلو متر فقط. سارع الانقلابيون وقلنا ربما تكون الفرصة الأخيرة لهذه الميليشيات لأن تخرج اليمن من هذا الوحل الذي أوقعت الناس فيه. نعم. وبادرت القيادة السياسية بالموافقة على مؤتمر الكويت، وكانت لديها النية والرغبة بأن تخرج اليمن بالحل والخيار السلمي. ثم توقفت المعارك والتزمنا بالهدنة، وجاءت توجيهات القيادة السياسية ألزمتنا بالهدنة التي لم نتقدم فيها يعني ولا شبر واحد، والتزمنا بالهدنة. بينما الميليشيات كل يوم أخي الكريم، نحن في جبهة صنعاء كل يوم، والخروقات يعني تأتي من هذه الميليشيات. رصدنا يعني أكثر من 200 خرق للهدنة خلال هذه الفترة الماضية في جبهة واحدة، جبهة نهم صنعاء، ما بين ضرب بصواريخ الكاتوشا والقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة وما بين الهجمات المتكررة. نعم. ثم يعني لم يكن من المقاومة والجيش الوطني في هذه الجبهة إلا أن
قامت بالرد في الحفاظ على النفس والحفاظ على المواقع والسيطرة على المواقع التي كنا نضرب فيها، واستطعنا أن نتقدم خلال هذه الفترة بهجمات مرتدة إثر الخروقات المتكررة. نعم. التي وصلت إلى أكثر من 200 خرق للمدنة. نعم. سيد عبد الله، هذه الخروقات، هذه الخروقات في هذه الجبهة أن تصبر. نعم. أكثر. ثم سيد عبد الله، هذه الخروقات سيطرنا على يعني. نعم. مواقع في الميمنة، هذه الخروقات التي تتحدث عنها. نعم سيد عبد الله اسمح لي، هذه الخروقات التي تتحدث عنها أنت هي بدأت من اليوم الأول لانطلاقها أو انطلاق مشاورات الكويت. إذا كانت القدرة لدى المقاومة الشعبية والجيش الوطني على حسم الأمور والسيطرة على العديد من المواقع، كان لابد يعني التقدم من اليوم الأول من أجل أن تكون أيضا ورقة ضغط كبيرة بالنسبة للمفاوضين في الكويت، والميليشيا تصبح في الجانب الضعيف وتقبل بكل الشروط التي من أجلها جاءت للتفاوض. أعود للسيدة الدكتورة وسام، لأن هناك بعض الإشكالية في التأخر في الصوت سنصلحها مع السيدة الشندقي من مارب. دكتورة، إذا 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 عدنا إلى إعلان ولد الشيخ أن المشاورات دخلت مرحلة يعني أخيرة وهي لمدة 15 يوم وستكون في خطوات عملية، إذا كانت المشاورات استمرت 70 يوم وميليشيا الحوثي لم توقع حتى على البنود التي جاءوا من أجلها وجاءوا للتفاوض من أجلها، كيف يمكن لـ15 اليوم القادمة أن تبشر اليمنيين بخير وحل الأزمة كما يقول ولد الشيخ؟ يعني حجاوبك إجابة بسيطة، حضرتك توجهت بسؤال الزميل المقاوم بأنه لماذا لم تتقدم القوات خلال 70 يوم، فأجابك ببساطة، أو خليني ألخص إجابته ببساطة، لأنه قال الالتزام بالهدنة، فقط الالتزام بالهدنة، لم يحصل أي تقدم لقوات المقاومة لأنهم ملتزمون بقرار السلطة الشرعية. نعم. طيب، أي تقدم نتحدث إذا الإنجاز الوحيد الذي اعتبر للسبعين يوم هي كان تم خلال أول 3 أيام تشكيل لجنة مراقبة وقت إطلاق النار. هذه اللجنة لم تستطع تثبيت وقت إطلاق النار، لم تستطع أو لم تدن بشكل رسمي وواضح الجهة المسؤولة عن خرق الهدنة اللي هو بيتحملها بشكل رئيسي الميليشيا. فبالتالي عن أي إنجازات نتحدث وعن أي أمل وطموح يمني اليمنيين بعد 15 يوما للعيد؟ يعني أعتقد المرحلة الجديدة الوحيدة التي يدخلها اليمنيين أن تعود المفاوضات وهم أن يعود المفاوضون وهم يرتدون ملابس العيد، هذه المرحلة الجديدة الوحيدة التي سندخلها فقط. لا. نعم، لماذا هذا الحرص دكتورة وسام من قبل ولد الشيخ والمجتمع الدولي على الحفاظ على الميليشيا ويعني تدعم الميليشيا يبدو من خلال هذه المفاوضات بقوة على إبقائها في المشهد السياسي، رغم أن الجميع أتى من أجل تنفيذ قرار أممي واضح يعني دخل تحت البند السابع، هناك مرجعيات تم الاتفاق عليها في بيال السويسرية وقبلها في جنيف، إذا لماذا كل هذا المغالطات من قبل المجتمع الدولي؟ ما الذي يريده ولد الشيخ مبعوث الأمم المتحدة من هذه المفاوضات وإطالتها؟ يعني هو سيقول لك ببساطة لو بشكل رسمي أنه لا يريد إطالة أمد المفاوضات، لكن هذا واقع المتفاوضين. يعني أنت تأتي بجماعة تجيد نكت الوعود، تجيد الالتفاف على القرارات الدولية، تجيد المماطلة والتسويف. هو كمبعوث أممي من يعني من واجبه أو من مهامه الوظيفية محاولة البحث عن أي فرصة للسلام ومنع تدهور الأوضاع واستمرار الحرب بشكل رسمي. نعم. خلينا نقرأ ما خلف الكواليس. نعم. يبدو أن المجتمع الدولي يريد من اليمن كما الحال في سوريا كما لبنان كما غيرها أن يبقى الحال على ما هو عليه، لا تقدم ولا حرب تحسم ولا شيء. وأنا أعيدها بشكل مباشر إلى سياسات أوباما، سياسات أوباما الخارجية خلال فترتي حكمه، وهذه السياسة الخارجية إحنا كمتخصصين في العلاقات الدولية يمكن بعد ذلك أن نكتب عنها المجلدات، أنها إبقاء الحال على ما هو عليه فقط. منح عدم التدخل لحسم الامور لا باتجاه السلم ولا باتجاه الحرب، ابقاء الوضع على ما هو عليه في حاله فوضى وفي حاله عدم استقرار، ويبدو ان هذا ما بشرتنا به كونداليزا رايس هي الفوضى الخلاقه فقط، لا الفوضى الخلاقه مع الاسف. اذا السؤال، لماذا تقبل الحكومه ووفد الحكومه الشرعيه والتحالف المفاوضات اذا يعني نظرنا بنفس المنظور الذي تحدثت عنه، ويعني المجتمع الدولي يبحث عن اطاله هذه الأزمة ويريد أن يصل باليمن إلى ما هو الحال في سوريا أو العراق أو ما شابه ذلك؟ يعني خلينا نميز بين أمرين، بين القبول بالمفاوضات وبين الخضوع للضغوطات الدولية. وفد المفاوضين عن السلطة الشرعية حتى الآن أجاد
الاستمرار في المفاوضات دون تقديم أي تنازلات. هذه نقطة مهمة جدا يجب حسبانها عليه. نعم. ثم ماذا؟ لماذا تقبل بذلك؟ خلينا نقول أن نحن لا نتحدث في فراغ، يعني أنت جزء من المنظومة الدولية، يعني الميليشيا يمكنها أن ترفض، يمكنها أن تقبل، يمكنها أن تناور، لأنها هي ليست ملزمة لا بقرارات دولية ولا بمواثيق ولا بشيء، هي ميليشيا في الآخر. لكن عندما تتحدث عن سلطة شرعية، لا، هي محكومة بعلاقات بالتزامات دولية، بالتالي هي لا تعمل في فراغ. وإذا كان المجتمع الدولي ينمع عملية المفاوضات وينمع عملية السلام، هو لا يقول لك حقيقة أنا أدعم الميليشيا، ولا يقول لك صراحة أنا أدعم الفوضى وعدم استقرار الأوضاع في اليمن. هو يقول لك نحن نبحث عن السلام، بالتالي أنت مضطر تجاريهم بنفس لغتهم وتشتغل سياسة. أنت في الأخير بتشتغل سياسة، يعني طيب دكتور. نعم طيب دكتورة، إذا أعود إلى محافظة مأرب مع ناطق باسم المقاومة السيد عبد الله الشندقي. سيد عبد الله، عدنا لك من جديد. إذا ما استمر الوضع كما تقول الدكتورة بأن الحكومة وفد الشرعية عليه ضغوط من قبل المجتمع الدولي للبقاء في هذه المفاوضات وهذه المشاورات حتى لو استمرت إلى ما لا نهاية، هل أنتم كمقاومين وكجيش وطني في الميدان يعني ستظلون يعني مأسورين للقرارات التي تقوم بها الحكومة الشرعية والتحالف، أم لديكم يعني لغة أخرى وصوت آخر في الميدان؟ أخي الكريم، نحن يعني نقول للعالم أجمع، نقول للمجتمع الدولي، للأمم المتحدة، للتحالف، للحكومة الشرعية، هذه الميليشيات لا تفهم لغة الحوارات. هذه الميليشيات جربناها في جنيف 1 وجنيف 2، وجربناها في الحوارات الداخلية والاتفاقات التي أبرمت ووقعت مع هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تنكث، لا تفهم لغة الحوارات ولا يعني لغة الاتفاقات. هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة واحدة، هي لغة القوة، غير لغة القوة لا تفهمها. هذه الميليشيات أكثر من شهرين وهي وفدها يفاوض داخل الكويت، يفاوض أخي الكريم، ومطلوب منه وقف إطلاق النار، وهو يخرق هذا الاتفاق في كل يوم في كل الجبهات. تفاوض في الكويت وهو يعني والمجتمع الدولي يطلب منها إطلاق الأسرى، وهي كل يوم تختطف مواطنين داخل المحافظات التي تسيطر عليها. اذا السؤال السؤال لماذا تتاخرون يعني في بشيء. الحسم الميداني اذا كان كما طرحت انكم لا تثقون بهذه الميليشيا وانها دائما تنقض الاتفاقيات والعهود، اذا لماذا لا تفرضوا امر واقع في الميدان وانتم بالتاكيد اذا ما حدث هناك اي تغيير على الميدان سيكون السياسيين مجبرين لان ينصاعوا لاي مطالب تريدون؟ نحن أخي الكريم في مقاومة صنعاء، في المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء الذي يرأسه الشيخ منصور بن علي الحنق، طالبنا باسم المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء وفد الحكومة بعد ضرب تعز وعدم انضباط هذه الميليشيات، طالبنا وفد الحكومة بالانسحاب من مفاوضات الكويت. ونحن أخي الكريم في جبهة صنعاء، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أهبة الاستعداد للحل العسكري. لدينا القوى الكافية والرادعة كجيش وطني ومقاومة مساندة لهذا الجيش الوطني لأن ندخل في الحل والخيار العسكري الذي لن تسلم صنعاء ولا المناطق التي يسيطر عليها الميليشيات إلا بهذا الخيار. لن تسلم هذه الميليشيات المحافظات ولا الأسلحة بالمفاوضات والسلام وحوارات الكويت. دولة الكويت والأمم المتحدة مشكورين على هذه المشاورات، ومشكور الكويت على رعايتها لمفاوضات اليمنيين، لكن نقول بأن هذه الميليشيات ضيعت هذه الفرصة على الشعب اليمني. نحن كمقاومة وجيش لن نسمح لهذه الميليشيات بعد أن قتلت آمال الشعب في مفاوضات الكويت أن تقتل الشعب اليمني مرة أخرى. ما الذي بأيديكم؟ كلما سارعنا في الحسم كلما عقلنا دماء اليمنيين. سيد عبد الله، ما الذي بأيديكم وتملكونه حتى تتكلم بهذه اللهجة القوية بأنكم لن تسمحوا لهم ولن تتركوا لهم المجال أو التنازل عن الدماء التي قتلوها وإسقاط الدولة وما شابه ذلك؟ نحن أخي الكريم نملك الإرادة ونملك الحق، الحق الذي نملكه كمقاومة كجيش وطني في استرداد الشرعية، في الحفاظ على كرامة اليمنيين، في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. نحن من الحق الذي ننطلق منه نمتلك هذه القوة، ولدينا المقاتلين الأشاوس في الجيش الوطني والمقاومة التي تساند هذا الجيش، الجيش العظيم اليمني الوطني الذي بني على أسس وطنية.
نحن قادرون بهذه الإرادة وبهذه القوة الموجودة على أن نهزم هذا الباطل الذي يتمثل في هذه الميليشيات. الأخ الكريم، هؤلاء يعني لم يبقوا شيء إلا وانتهكوا حرمات الناس وأعراض الناس وأموال الناس كل يوم. أخي الكريم، ونحن نسمع كثير من القضايا، تفجر البيوت، يهجر الناس، يقتل الناس، تؤخذ الـ 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 يعني البنات والنساء. آخر يعني ما حدث، ما سمعناه خلال هذا الأسبوع من اختطاف يعني بنت أحد الناس داخل إب. هذه الميليشيات يعني جاءت كالتتار، لم تبقي ولم تذر. لا يوجد لديها دين يردعها، ولا يعني إذا وقفنا عند هذه النقطة، ولا قيم، نعم، ولا إنسانية، كيف ولا إذن؟ نعم، لا يردعها، نعم، إلا القوة، نعم، التي نحن نمتلكها بإذن، نعم، الله. أستاذ عبد الله، إذن، نعم، كيف يمكن للمجتمع وللناس أن تساند هذه الميليشيا ولا زالت تقاتل في صفها ولا زالت تحشد وتقاتلكم باسم الوطن، وأنكم يعني متفقون مع العمالة مع الخارج وما شابه ذلك، بعض الاتهامات للجيش الوطني والمقاومة الشعبية؟ أخي الكريم، الذين يعني يأتون مع هؤلاء الناس إما أصحاب مصالح مرتبطة بعلي عبد الله صالح أو بهذه الميليشيات، وإما أصحاب ملفات قد تورطوا، وإما مكسورين. أخي الكريم، يأتون إلى الأطفال ليأخذوهم من المدارس ومن بيوت أهاليهم، ثم يعني يضعونهم على ظهور الأطقم على أساس أنهم سيأتون لهم ببعض الأموال ويأخذهم في لجان أمنية داخل المدن، يفاجأوا وهم داخل جبهة نيم، داخل جبهة الجوف، داخل جبهة تعز. أخي الكريم، لدينا أطفال أطلقناهم يعني في شهر رمضان، يعني لم تتجاوز أعمار بعضهم الثانية عشر. هذه الميليشيات تجمع، لكن لا توجد لديها القوة الكافية التي تستطيع أن تدحر بها الحق الذي يتمثل في الشرعية، في المقاومة الشعبية، في الجيش الوطني الذي تسنده هذه المقاومة. نحن نقول للحكومة الوطنية، للحكومة الوطنية اليمنية، للرئاسة اليمنية، نحن على أهبة الاستعداد، ننتظر توجيهاتكم. مؤتمر الكويت يعني يبدو أنه قد فشل، فإذا ما أعلن فشل هذا يعني الحوار أو هذه المفاوضات، فنحن على أهبة الاستعداد، ننتظر توجيهات القيادة السياسية، نعم، بالدخول في الحل العسكري واستلام صنعاء واستلام الأسلحة وتطبيق قرار 22/16 بالبندقية، نعم، التي يمتلكها الجيش الوطني، نعم، ومساندة المقاومة الشعبية. نعم. سيد، نعم، عبد الله، ربما هذه التصريحات عادة أنتم تطلقوها يعني وأنت شخصيا أكثر من مرة تتحدث عن هذه التصريحات التي تتحدث عنها بأنكم قادرون على حسم المعركة والدخول إلى العاصمة صنعاء، لكن في المقابل يعني تمر أيام ويعني الكثير يشتكي من قلة الدعم، عدم وجود دعم كافي لمواصلة المعركة. هل بتم هذه المرة أكثر قدرة على إنجاز حل عسكري ومفصلي ودخول العاصمة صنعاء وتحريرها؟ أخي الكريم، بالنسبة لقضية الدعم وما إلى ذلك، التحالف العربي مشكور، هو من دعم الحكومة الشرعية ودعم الجيش الوطني ويعني دعم المقاومة الشعبية، وأوصل المقاومة والجيش إلى تخوم صنعاء سواء بدعمه العسكري أو بدعمه المالي، وهذا يعني تشكر عليه دول التحالف. التحالف منذ بداية حوار الكويت أوقف يعني العمليات العسكرية، وهو اليوم يعزز أن تخرج اليمن بالمفاوضات والسلم، يعني التوجه الذي لدى التحالف العربي بأن اليمن إذا خرجت بالتفاوض وخرجت بالحل السلمي فهو الأفضل لليمنيين. لكن إذا فشلت مفاوضات الكويت، وأعلن عن مفاوضات الكويت، نحن نأمل في التحالف العربي أن يبقى مساندا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وداعما للحكومة الشرعية، نعم، وهذا أملنا في التحالف العربي. إذا فشلت مفاوضات الكويت أن يكون على موقف الأول، لم يمنعه من، نعم، يعني مشاركته على الأرض وإسناده بالأسلحة وما إلى ذلك، إلا مفاوضات الكويت والتزامه، نعم، بوقف إطلاق النار. نعم. أعود إذن إلى الدكتورة وسام باسند. ودكتورة وسام، عدنا لك من جديد. كما تحدث السيد عبد الله الشندقي بأن ما زال موقف التحالف العربي ربما بنفس الدعم، بنفس القوة التي انطلق بها، من وجهة نظرك بعد التصريحات الأخيرة من قبل التحالف العربي بأنهم يشجعون للحل السياسي، هل إذا ما فشلت مشاورة الكويت وأعلن فشلها
سيكون التحالف العربي بنفس القوة التي انطلق فيها في عاصمة الحزم بنفس الدعم بنفس الدعم اللوجستي الطيران سيستمر أم ستكون الحرب بشكل آخر؟ طيب عزيزي مع احترامي أعطيني بس أقل من نصف دقيقة تفضلي. أوضح بعض تفضلي دكتورة. يعني يبدو أنك أنت فهمت أنني قلت أن الحكومة تمضي في المفاوضات مستعدة أن تمضي في المفاوضات إلى ما النهاية، هذا ما لم أقوله تماما. أنا قلت ربما دكتورة نعم ربما حتى ندخل في ربما تصريحات أقل من نصف دقيقة طيب. أقل من نصف دقيقة طيب دكتورة طيب هناك فرق، أنا كنت أحلل البيئة التي تعمل في إطارها السلطة الوفد الشرعي المفاوض، لأنه تعمل تحت ضغوط، تحاول تبرير موقفها لماذا تمضي في المفاوضات، ما إلى ذلك، لم أقل أبداً أنها تمضي في المفاوضات إلى ما لا نهاية، وهذا في دلالة سلبية، يعني هذا في دلالة على استهتارها بدماء اليمنيين التي تسقط كل يوم، وهذا نعم. ما لم أشير إليه نهائياً أو حتى ألمح إليه. نعم طيب دكتورة ربما كانت هذه نعم ربما هذا يعني هذا التوجه حتى من قبل الحكومة وتصريح وزير الخارجية وفد الحكومة حريصين على أن يستمروا في هذه المفاوضات حتى يعلن المجتمع الدولي فشلها ويعروا الميليشيا يعني وكما ذكرتي أمام المجتمع الدولي. إذن بالعودة نعم وما بين وجهة نظرك نعم دكتورة بالعودة إلى سؤالي فيما يخص دعم التحالف هل سيستمر بما كان عليه؟ بالنسبة للتحالف العربي هذا ما نتوقعه منهم، خلينا نقول بشكل واضح وصريح، أنا رأيي أن التحالف العربي ليس كما يحاول البعض الآن أن يبدي أنه وكأنه طرف وسيط أو طرف محايد، لا، التحالف العربي هو جزء من هذه المعركة، لأن هذه المعركة ليست معركة اليمن لوحده، هذه المعركة اليمن سيكون فيها الممر الذي سيمر منه المشروع الإيراني لكامل المنطقة، كان يراد لليمن أن تصبح مثلها مثل بقية الدول الأخرى وتخضع، لكن اليمن اليوم قدم نموذجا مختلفا بدعم دول التحالف العربي التي عرفت جيدا ودول الخليج على رأسها عرفت جيدا هذه الرسالة التي وجهها الإيرانيين وتصدت لها، وبالتالي ما نتوقعه من التحالف العربي أن الاستمرار نفس الزخم ونفس الدعم اللوجستي والمعنوي والسياسي والعسكري سيستمر. ما يحدث الآن هو التزام بالهدنة، وكما قلت لك أنت حين تتحدث عن دول حين تخوض دول معركة عسكرية أو مفاوضات سياسية فهي تخوضها كدول، والدول دائما ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني، ملتزمة بقوانين الحروب، ملتزمة بالقوانين السلمية، ملتزمة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وهذا يختلف تماما عن وضع الميليشيا، بالتالي الميليشيا تتحرر من كل هذا ولا تفهم سوى القتل ولغته. نعم لو ربطنا هذا يعني مثل ما ذكرتي بأن التحالف لا يمكن أن يترك هذه الحرب ولكنه يخضع للقرارات الأممية وللهدنة وما شابه ذلك، يعني الخارطة الأخيرة التي قدمها ولد الشيخ يبدو أن فيها نوع من الالتفاف من أجل الانقلاب على القرار الأممي 22/16 وشرعنة الانقلاب كما يقول البعض، من وجهة نظرك هل في هذه الخارطة الطريق التي تحدث عنها ولد الشيخ نوع يعني فيه تخوف فعلا قد يكون هناك يعني قد يكون اتفاق جديد ينهي هذا القرار الأممي 22/16 أم يظل في نفس الإطار الذي انطلقت فيها المشاورات وجاء الجميع للتفاوض حول؟ لا أنا برأيي طبعا أنها اتفاق على القرار 22/16 وهذا ما تريده الميليشيا وحليفها منذ اليوم الأول، منذ اليوم الأول وهم يتحدثون عن تشكيل حكومة وتشكيل وكأن أزمتنا هي في من يدير البلد، وكأن أزمتنا هي كانت فقط كان لدينا اتفاق سلم وشراكة كان الجميع ممثل فيه، أي نعم كنا نعترض عليه لأنه وقع تحت فوهات البنادق، لكن كان هناك من انقلب على هذا الاتفاقية هم الميليشيا وحليفها، من جر البلاد للحرب هم الميليشيا وحليفها، واليوم يريدون أن يثبتون ويظهرون للعالم وكأن المشكلة هي كانت مشكلة سياسية فقط، لا المشكلة السياسية هم من اخترعوها حين أسقطوا الحكومة وزحفوا بجحافلهم على المدن، ثم بعد ذلك ايضا بعد ان وقعوا اتفاق السلم والشراكه دمروا هذا الاتفاقيه السلميه وجنحوا الى الحرب وطلعوا لنا بهذا البيان الانقلابي العقيم الذين اليوم يتبرؤون منه وثم يطالبون بتشكيل حكومه وسلطه. دكتوره اذا ما تم وتحت اي ضغوطات دوليه واقليميه على ان يصل الجميع لتشكيل حكومه او ما شابه ذلك، ما هي المخاطر التسوية السياسية من وجهة نظرك هذه إذا ما تم إقرارها والمضي فيها للأزمة اليمنية؟ خلينا أقول لك أن نحن نريد السلام، لكن الآن لا نريد السلام بأي ثمن، لأنه إحنا دفعنا أثمان كبيرة جدا جدا جدا، وبالتالي نريد السلام حقيقي، سلام دائم، سلام مبني على أسس سليمة. إذا نشدنا السلام بالطريقة التي بالطريقة هذه التي نلفلف فيها الأمور من على السطح فقط،
أنت تغلق فوهة البركان دون أن تطفئ النيران من الداخل وستعود لتشتعل مرة أخرى في أي وقت، تماما كما حصل بعد اتفاق السلم والشراكة. تماما نعم. يعني. نعم دكتورة، أعود إذن إلى السيد عبد الله الشندقي. سيد عبد الله، أنتم إذا ما تمت هذه التسوية السياسية أو أي تسوية سياسية أخرى كيف ستتعاملون معها؟ أتحدث عنكم كجيش ومقاومة شعبية في الميدان. كريم، أريد أن أقول أنها لن تتم. نعم. لن تتم تسوية سياسية. نحن اليوم قدمنا آلاف الشهداء. نحن اليوم يعني اليمن بلا بنية تحتية. اليمن اليوم يعني في خراب، في دمار. الميليشيات قضت على كل شيء. ثم نأتي ونقول تسوية سياسية، نبقي فيها على المجرم، نبقي فيها على الظالم، ونبقي على البندقية التي قتلت الشعب اليمني في يده، ونبقي عليه في الأبراج العالية والسلاح المدمر للشعب اليمني في يده. هذه لن تتم، وأملنا في حكومتنا والوفد المفاوض ورئاسة الجمهورية أن لا تقبل بهذا الكلام. يعني نحن نقول إذا كان هناك طرف يعني أممي دولي يريد أن يعني يفضي بهذه المفاوضات إلى هذا الخيار، فلن يقبل هذا الخيار. نعم. هذا الخيار سيقتل الشعب اليمني مرة أخرى. أفهم. هذا الخيار سيجعل القتل أكثر. نعم. والفتنة أعظم. ولن يكون حلا لليمنيين ولا حقنا لدماء اليمنيين. إذن أفهم من كلامك. نعم سيد عبد الله. نعم سيد عبد الله، كسؤال. هذه الميليشيات نعم. إذا لم يؤخذ على أسلحتها و نعم. نعم. سيد عبد الله، إذن أفهم من كلامك أنكم الآن بتم أكثر قدرة على الخيار العسكري وأنكم قادرون على حسم المعركة وتحرير العاصمة صنعاء. نحن إما تطبيق قرار 22/16، وهذا هو الخيار الذي وافقت عليه الميليشيات عند قدومها إلى مفاوضة الكويت. نعم. وخروج مفاوضة الكويت بتطبيق قرار 22/16، أو فالخيار العسكري هو الحل الوحيد والأمثل. أما أن تكون هناك تسوية سياسية تقدم الـ يعني تشكيل الدولة والأمور السياسية والأمنية على تسليم المدن والأسلحة، فهذا لن تقبله الحكومة ولا وفد المفاوضات، ولن تقبله المقاومة والجيش الوطني على الأرض. ونحن لدينا القدرة الكافية على الحسم العسكري إذا ما فشلت هذه المفاوضات. هذه المفاوضات فرصة أخيرة لهذه الميليشيات، إذا ضيعتها سنكون قادرين على الحل والحسم العسكري وننتظر توجيهات القيادة السياسية. نعم دكتورة وسام، وجهة نظرك، هل السياسيين سيعمدون إلى تسوية سياسية تخرج عن نطاق القرار الأممي 22/16، تقبل بالميليشيا في حكومة وفاق في أي تسوية أخرى تخرج عن النقاط التي جاءوا للتفاوض عنها وفي مقدمتها الانسحاب من المدن، تسليم أسلحة الدولة، إنهاء الانقلاب؟ بخصوص الزميل المقاوم أقول لك بصراحة، نعم نحن ضد أي التفاف على القرار 22/16 وأي محاولة للخضوع لشروط الميليشيا بهذا السلام الهش التافه. هم يريدون أن يوصلون إلى مرحلة الاختناق ليروجون لنا النموذج اللبناني وكأنه النموذج الأفضل، أن نخضع لسلطة هذه الميليشيا كما يخضع اللبنانيين لسلطة هناك في لبنان لسلطة حزب الله، أو أن البديل هو انفجار الأوضاع أكثر. هم ورونا النموذج الآخر لانفجار الأوضاع لمصدر في الأخير أن نقبل بسلطة هذه الميليشيا. هذا ما لن يقبله اليمنيين، خلينا نكون واضحين وحاسمين. نعم. كلمة أخيرة، التحالف العربي الداعم للشرعية سيمضي في هذا الإطار وفي هذا النهج الذي بدأه في عاصمة الحزب حتى استعادة الدولة، إنهاء الانقلاب، تسليم الأسلحة، أم سيتراجع؟ كلنا ثقة في هذا، وهذا ما نعول عليه، لأن القضية ليست قضية اليمن وحده، قضية المنطقة العربية ككل وقضية أمن المنطقة العربية وأمن الخليج بشكل خاص. شكرا جزيلا لك الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة وسام باسندوا، كنت معنا من جدة. الشكر أيضا لناطق المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء سيد عبد الله الشندقي. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل في الإعداد الزميل أسامة عادل، كما هي لكم مني، حتى الملتقى في حلقات جديدة من فضاء حر ومواضيع جديدة. نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.